السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي القناة. اليوم فيديو اللي كنتو كتسناوه كاملين مهم. هذا الفيديو غادي نديرو لكم بدون مقدمات وأخيرا افتتاح معبر ماليليا بنينصار. صراحة رانا فرحانين كاملين، المغرب كله فرحان، بل العالم كله فرحان، حتى الجالية ديالنا فرحانة. وأخيرا غادي يخرجوا خوتنا، أحبابنا، صحابنا، جيراننا، عائلاتنا بعد طول انتظار، بعد هاد المعاناة، بعد هاد الصبر طويل. واخيرا اتى الفرج، واخيرا كما كيقول الله سبحانه وتعالى ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. صراحه الهضره كتفليه، ما عرفتش ما نقول لكم، ولكن فريمون فرحانه بزاف. واخا صراحه ما غاديش ندخل انا دابا مليليا مع هاد الشروط اللي داروا، راكم عارفين الشروط بلا ما نقولها لكم، ولكن فعلا فرحانه من القلب. المهم انا هنا في هذا الفيديو هذا، واخا درت لكم معطله، حاولت ما امكن انني نبارطاجي معكم الاجواء. بالحق ماشي انا اللي صورت لكم البنات، باش نكون معكم صريحه، التصوير راه تكلف ليا به خويا يوسف. المهم تحيه بزاف لخويا يوسف، وحتى خويا ايوب تحيه من القلب، خويا اسامه تحيه بزاف، شكرا لكم بزاف خوتي، راكم عزيز عليا بزاف، راكم في القلب هنايا. المهم الاجواء كيفاش دايره من داخل ليليا. المهم البنات راه ما عندي لكم مونتاج، ما غادي نحيد لا هوات لا نقاد لكم، هذاك الشيء غادي ننزل لكم كما هو. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، ما تنساوش بارطاج باش هكا كاملين خوتنا غادي يفرحوا. شكرا لكم بزاف، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. انت مش ميدي عون هاي صاحبي علي الغفران تيكس شحال ديال البشرية ونسيت الدزان. مالو فين من غياشان غير جديشة تصن باش الو صافي حلو مناحني ابرن تير ثرزم داك الشيء حاد سوفيا
والعساد علاش فاسك تجي كلمة والتحية للبركاني وزاهية زاهية والعز العز هادي ديكتات تخاي البركاني تحياتي مسك حميد يخسر مسك بالغزة الغزين ناش كلمة كنت نتجوي كنت نتجوي كنت نتجوي كنت نتجوي كنت نتجوي كنت نتجوي كنت Oh, yeah, dude.